السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سامي فاج من قناة سامي إف. اليوم راح نتكلم عن السبلت والفينجرد. طبعا الكل يعرف يستخدم السبلت والفينجر، لكن أنا بشرح حق الناس مثلا اللي ما عندها علم بهذا الموضوع. طبعا يا ماما مثل ما قلت لكم غيرت في السيريس ونزلت منيو جديد غير عن الفئات اللي قبل. كيف نوصل منيو؟ تي عند منيو رقم واحد، تروح عند شغلة اسمها سبلت أند فينجر، تفتح معاك الصفحة، يلاحظ راح تلقى ستايل بلس ليفت، ستايل ليفت، وتحت ستايل ليفت رايت. راح تلقى عند كل كلمة اللي هي المفاتيح اف شارب اف 2 اف 3، هني انت تتحكم وتفصل الكيبورد. يعني الحين مثلا الرايت 3، مجرد انت تشوف ما تضغط على الرايت 3 هني تطلع لك كلمة رايت 3 فوق في الشاشة. فانا ابغي الحين هني مثلا من المفاتيح، من اول مفاتيح لغاية هني يكون عندي موجود اللي هو صوت الاكورديون. تبغي من عقب الكيز هذا صوت ثاني، تروح على رايت 2 تضغط، شوف طلع لك رايت 2. فانت الحين فصلت، شوف زين كيف تخلي ترد الاكورديون تبغي لغاية هني. تي عند اللي هو الرايت، شوف 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 شوف، تحوله تسوي ناقص تحت، شوف الحين هذا خليته عبارة عن اكورديون. طيب اكورديون، طيب الحين انت تبغي لحظة شوي، ثواني بس لحظة. طيب مثل ما قلنا الحين شيء اوضح، شوف معي من هني لغاية هني اكورديون، شغلت الرايت 2 طلع لك هني في الشاشة رايت 2 بيانو. طيب اذا شغلت الرايت 1 ما راح الرايت 1 يعطيك يفصل، لا راح يكون الرايت 1 والرايت 2 كلهم مع بعض، يعني يستوي صوتين مع بعض اضافة على الصوت اللي هو الرايت 3 لوحده. مثلا تشوف الحين رايت 1 رايت 2 بيانو ورايت 3 اكورديون. لما اضيف الرايت 1 واحط مثلا جيتار، شوف طلع لك هني رايت 1 بلس رايت 2 جيتار مع بيانو، شوف اسمع لكن من هني الاكورديون. بهاي الطريقة انت تفصل، لكن الرايت 1 والرايت 2 بيكونون مع بعض. زين كيف تتحكم انك انت تنقل؟ مثل ما قلت لك تخلي انا ابغى الاكورديون كله يتم، مثلا الحين هو كان ليل هني ابغى يستوي لغاية هني، مثل ما قلت لك تروح على رايت 3 وتنقص اللي عليك، شوف الحين هاي تروح شوف تحت تنقص بالسهم، عندك سهم يمين ويسار، انزين خلاص شوف. ومن هنا يبدا عندك البيانو مع الجيتار. طيب اذا جيت عند كلمه الستايل، اخترت اني ستايل، الستايل شو معناته؟ الستايل ينقل اللي هو ينقل لك الكورد، شوف الكورد، شوف الكورد لغاية هني. نفس طريقة تبغي الكورد على الكيز كله نفس الشيء يصير عند ستايل اف 2 تكمل، شوف 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 هني هنا مو بكورد، شوف بدق شوف تحول، شوف ترد طبيعي ناقص، ترد على ناقص، شوف بهاي الطريقة انت تتحكم كيف في الستايل تخلي الكورد وكيف تسوي صوت ثلاثة صوت مع بعض. زين اذا جيت عند كلمة الليفت، الليفت شو معناته؟ تتحكم في درجة صوت الليفت، شوف الحين زين انت الحين تبغي ليفت مع كورد، نفس الطريقة تروح عند الليفت، شوف رفعته فوق الليفت ابغى نقصه، شوف شوف لين هني استوى الليفت. طبعا
تبغى ترفعها فوق تشوفني نفس الطريقة. يعني هاي هي عملية كيف تتحكم في اللفت وكيف تتحكم في الأصوات وكيف تحول الأصوات الثلاث أصوات مع بعض تختار مثل ما علمتك. وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.